اقترح خدمة أو قائمة بلاي ليست. إذا أولا ستدخلون على الدخول إلى قناة باليوتيوب سليمان أمستي، بعدها الضغط على بلاي ليست، ستجدون الدروس مرتبة. تجدون الدروس ثم تختارون، تبحثون عن الدرس أو الدروس التي ترغبون في مشاهدتها. مثلا لكي أشاهد درس المعادلات سأضغط على درس المعادلات، ثم ستجد الفيديوهات المتعلقة بدرس المعادلات. بعدها ستعودون وتختارون بنفس العملية بالنسبة للدروس مرحبا بالجميع. إذا في هذا الفيديو رقم 5 دائما في درس الدالة التألفية فونكسيون أفين. إذا نريد تحديد صيغة الدالة التألفية باستعمال حل جملة معادلتين أو نظمة معادلتين أو سيستيم دو زيكواسيون. إذا جي دالة تألفية حيث جي لي 1 تساوي 7، جي ناقصة تساوي 1، هذه صيغة الدالة التألفية جي باستعمال حل جملة معادلتين بالنسبة لتستعمل كلمة جملة معادلتين أو نظمة معادلتين بالنسبة لتستعمل كلمة نظمة. إذا لدينا جي النصف الأول صيغة الدالة جي، لدينا حسب المعطيات جي دالة، اسم الدالة في الحالة هو جي دالة تآلفية. إذا صيغتها على هذا الشكل، على هذا الشكل. بإمكانك ألا تكتب هذه الجملة اللغوية على هذا الشكل، يعني جي لإكس تساوي عدد إكس يعني المعامل زائد لوردوني الوجن أو ترتيب عند المبدأ. الآن سأستعمل هذان الشرطين، لدي جي بواحد يساوي 7، إذا و إذا سأستعمل لاما يعني و. الشرط الثاني صورة جي ناقص واحد تساوي 1. الآن سأعوض، لنعوض. إذا جي لي واحد سأعوض في الدالة صورتها تعطيني 7، إذا سأعوض إكس بواحد، فتصبح أ في واحد زائد ب نتيجة تعطيني 7. الحالة الثانية جي ناقص واحد سأعوض إكس بناقص واحد، سيصبح أ في ناقص واحد زائد ب نتيجة تعطيني 1. أنا سأبسط، حصلت على جملة معادلتين ولا نظمة معادلتين ولا سيستم دو زيكواسيون. أنا سأبسط، أ في واحد هي أ زائد ب تساوي 7، ثم أ في ناقص واحد هي ناقص أ زائد ب تساوي 1. بإمكانك الآن تحل هذه النظمة أو هذه الجملة كما تريد. سوف تلاحظ أن أ وناقص أ عددان متقابلان أو متعاكسان، لذلك سأقوم بعملية الجمع بشكل مباشر. إذا سأحصل على أ زائد ناقص أ يعني سوا، سأحصل ب زائد ب يعني 2 ب، سأجد 2 ب تساوي 7 زائد 1 يعني 8. معامل المجهول هنا هو 2، سأقسم هنا على 2، سأقسم هنا على 2، سأبسط أزيد وسأختصر. إذا ب يساوي 8 على 2 هي 4، إذا وجدت ب يساوي 4. بإمكانك الآن أن تحسب ب باستعمال التعويض أو بنفس الطريقة تطرح تفاضل واحد هنا زائد ب زائد ب، ستطرح المعادلتين طرفا بطرف، أو بإمكانك أن تقوم بالتعويض. أنا سأعوض، سأختار سأعوض في هذه المعادلة لنحدد أ. سأستعمل هذه المعادلة، لدينا أ زائد ب تساوي 7، سأعوض أ زائد ب، سأعوض بأربعة تساوي 7، إذن أ تساوي، سأقوم بنقل زائد 4 للطرف الآخر، سيصبح 7 ناقص 4 اللي هي 3، وجدت أن أ تساوي 3. إذا صيغة الدالة جي تكتب على هذا الشكل، جي لي إكس أ قيمته 3 في إكس زائد ب اللي هو 4 يعني زائد 4، هذه هي صيغة الدالة جي. السؤال الثاني نريد التحقق من النتيجة، إذا لدينا وجدنا حسب ما سبق وجدنا جي لي إكس صيغة الدالة إكس هي 3 إكس زائد 4. الآن أريد أن أتحقق من صحة إجابتي، لذلك سأحسب جي لي واحد في هذه الدالة ثم سأحسب واحد ول، إذا سأحسب صورة واحد بالدالة جي وسأقارنها مع 7. إذا جي لي واحد
تساوي 3 في إكس يعني في 1 زائد 4 تساوي الأسبقية الضرب يعني 3 زائد 4 تساوي 7 هي إجابة صحيحة. الآن سنحقق بالنسبة للمعادلة الثانية الشرط الثاني جي ناقص 1 تعوض إكس بناقص 1 تصبح 3 في ناقص 1 زائد 4 أسبقية الضرب إذا ناقص 3 زائد 4 تساوي 1 وهي نفس النتيجة. وجدت جي لواحد هي 7 جي ناقص 1 هي 1 وهي مطلوبة في المعطيات. إذا شكرا لكم على المشاهدة.